لاحظنا حتى من تصريح حارس المرمى ياسين الحارث قال الحكم اعطى ركله جزاء خياليه، وكانه يعني فقط الحكم هو من يتحمل المسؤوليه. يعني الكل الان يرجع الغلط للحكم ما دام انه ضربه جزاء كانت غير واضحه للاعبين ولا الاداريين التقنيين، فاظن ان اللاعبين احتجوا بكثير يعني خلال نهايه المباراه، لكن اظن اضافه